مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم حلقه جديده من برنامج ملفات. تواجه دول العالم الان العديد من الازمات التي تؤثر على عمليه تامين الغذاء وفقا للمعايير العلميه والصحيه المتعارف عليها لكل فرد من افراد المجتمع. فمن ازمه كورونا الى ازمه اضراب سلاسل امداد الغذاء العالميه الى الحرب الروسيه الاوكرانيه. لذا تظهر الحاجه الماسه الى مضاعفه الجهود المبذوله في من قبل دول العالم من أجل تحقيق الأمن الغذائي لشعوبها بمفهومه الشامل. وفي هذا الإطار وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام الأجهزة المعنية ببذل أقصى الجهد لتوفير السلع الأساسية وتعزيز الاحتياط الاستراتيجي، منها تلبية لاحتياجات المواطنين بالكميات والأسعار المناسبة مع إتاحتها في مختلف محافظات الجمهورية، وكذلك المتابعة الدورية والمستمرة لموقف أرصدة وتعاقدات السلع التموينية الأساسية ومدة كفايتها، وأيضا تعزيز جهود ضبط الأسواق وتجديد الرقابة على منافذ البيع. حول جهود الدولة لتوفير السلع بأسعار مناسبة بتدور حلقتنا النهاردة من برنامج ملفات مع ضيفي في الأستوديو الأستاذ محمود العربي، رئيس تحرير موقع بوابة الاقتصاد. نور أستاذ محمود. نور بيك، أهلا وسهلا. خلينا نطلع تقرير بعد هذا التقرير نفتح هذا الملف. يشكل ملف الأمن الغذائي أولوية قصوى للدولة المصرية، حيث تعمل الدولة على مسارات متوازية لتحقيق هذا الهدف، والذي تتمثل في النهوض بالسياسات الزراعية وإطلاق المشروعات القومية العملاقة لتوفير السلع الغذائية وزيادة الإنتاج، إلى جانب تنويع مصادر الواردات وتطوير سلاسل التوريد، فضلا عن تفعيل المزيد من أدوات الرقابة وضبط الأسواق لمنع الاحتكار ورفع الأسعار، ما أسهم في توفير احتياطيات تخزين استراتيجية من السلع الأساسية والإبقاء عليها في الحدود الآمنة، وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري ومرونته في مواجهة التداعيات المترتبة على الأزمات والمتغيرات السياسية والاقتصادية في العالم، وهو ما بات محل تقدير وإشادة من جانب مختلف المؤسسات الدولية المعنية. وتشمل جهود الدولة مواجهة ارتفاع أسعار القمح عالميا من خلال توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح حافز توريد إضافي لسعر الدب القمح المحلي للموسم الزراعي الحالي، وذلك لتشجيع المزارعين على توريد أكبر كمية ممكنة، كما يتم تنويع مصادر الواردات حيث يوجد 15 منشأ لتوريد القمح، هي روسيا وأوكرانيا ورومانيا وفرنسا والولايات المتحدة واستراليا والأرجنتين وكازاخستان وصربيا وبلغاريا والمجر وباراغواي وألمانيا وبولندا ولاتفيا. كذلك تبذل الدولة جهودا كبيرة لرفع قدرتها على استيعاب مخزون استراتيجي كاف من القمح، فتم إطلاق المشروع القومي للصوامع، وقد بلغ إجمالي عدد الصوامع 75 صومعة في العام 2021 مقارنة ب40 صومعة في العام 2014، وزيادة السعة التخزينية للصوامع بنسبة 183.3%، حيث بلغت 3.4 مليون طن في عام 2021 مقارنة ب 1.2 مليون طن في عام 2014. كما بلغ حجم التعاقدات الحكومية من السلع الاستراتيجية منذ يوليو 2021 حتى الآن أرقاما قياسية، من الدواجن المجمدة واللحوم الحية والمكرونة والأرز والزيت الخام المحلي والمستورد والسكر الخام المستورد. وتعمل الدولة على ضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء من خلال زيادة مخصصات الموازنة لمواجهة الأزمات، حيث بلغ حجم الاحتياطي في الموازنة 170 مليار جنيه بعد توجيه رئاسي بزيادته بنسبة 50% على الأقل. كما تشمل الجهود زيادة دعم السلع التموينية، حيث بلغ حجم الدعم 83 مليار جنيه عام 2020-2021 مقارنة ب 35 مليار جنيه ونصف المليار عام 2013-2014، في حين بلغ عدد المستفيدين من البطاقات التموينية لصرف السلع التموينية 64 مليون مواطن.
إلى جانب استخراج 600 ألف بطاقة للفئات الأولى برعاية ومحدودي الدخل منذ بداية 2018، إضافة إلى تحمل الدولة 100% من زيادة أسعار القمح في الخبز المدعم و 75% من زيادة أسعار الزيوت. مشاهدينا الكرام، اهلا بكم مجددا مره ثانيه. برحب بضيفي الاستاذ محمود العرب، رئيس تحرير موقع بوابه الاقتصاد. في البدايه استاذ محمود، يعني الدوله المصريه تعرضت يعني زي كل دول العالم بجائحه كورونا، حاله حظر وحاله اغلاق لمعظم الدول، ثم بعد ذلك الحرب الاوكرانيه الروسيه او الروسيه الاوكرانيه. بشكل عام كيف ترى الوضع الدوله المصريه من مساله توفير السلع؟ تمام زي ما حضرتك يعني عرضت كده، مصر جزء لا يتجزأ من العالم، وبالتالي تتأثر زيها زي باقي دول العالم. طبعا احنا من 2020 لحد 2022 مرينا بجائحة كورونا، فخدت الفترة اللي هي لحد 20 على ما نهاية سنة 20 ودخول 21 على ما تم توفير لقاح ومصل وتجربته وحاجات وكده، وده آمن وده مش آمن، لحد ما الدنيا يعني نقول شبه استقرت، بدأت الأمصال وبدأ يمشي الاقتصاد شوية لحد 22. جينا في 22 بدأت الدنيا يعني زي ما بيقولوا كده بالبلدي هتفك، جت الحرب الروسية الأوكرانية. خلينا نقول ان في الفترة دي اللي هي من 20 ل 22 اللي هم السنتين دول كان فيهم شبه توقف لعمليات الانتاج وسلاسل الامداد، كانوا البحارة اللي هم اللي خاصين بالسفن ونقل البضائع والحاجات دي كانوا بيقعدوا بالثمان شهور والتسع شهور في قلب البحر، كانت حتى بعض الدول ما بترضاش تخش ترضى تستقبل الناس دي يعني انها تدخل الاراضي علشان موضوع الحظر والحاجات وكده والبي سي ار والتحليل والمساحات والحاجات اللي كانت بتتم. الوضع ده يعني كان ليه تراكم في اثر على نقل وحركه وتداول السلع، تمام، من والى البلدان المختلفه بما فيها طبعا مصر، خاصة ان احنا بنستورد حوالي 70% من احتياجاتنا من الخارج، سواء سلع تامة الصنع او مستلزمات وخامات للانتاج. طيب خلينا نقول ان الفترة اللي فاتت دي اللي هي بتاعت كورونا ازاي الدولة اتعاملت معاها؟ لا، كان في تعامل معاها بحرفية شديدة جدا. احنا ما نقصتش عندنا اي سلع خلال الفترة اللي فاتت دي، رغم ان الموضوع ده وجد في العديد من البلدان ومنها بلدان متقدمة. يعني ولعلنا كلنا نذكر حادثة المناديل الورق الشهيرة اللي كانت في امريكا والتكالب عليها والناس والزحام والحاجات دي، احنا ما حصلش يعني عندنا الحاجات دي الحمد لله. كان في عندنا يعني الدولة بنت تقريبا من او تبنت من 2016 استراتيجية انها يبقى في مخزون آمن للسلع الغذائية الاستراتيجية، بمعنى انا بوفر بشكل دائم احتياطي كبير من الزيت، الرز، المكرونة الأساسية تحديدا، يعني السكر، الزيوت، الحاجات اللي هي لا غنى للمواطن عنها، يعني حاجات تانية ممكن تأجلها. احنا لو هنشتري موبايل عادي يتأجل اكسسواراته وحاجاته، عربي حتى لو عربية او كده، كل ده قابل للتأجيل، لكن حاجات الاكل والشرب واللي بيستخدمه المواطن بشكل يومي، رغيف خبز، كيلو رز، كيلو مكرونة، الحاجات دي كلها ما ينفعش ان انت تقدر تقول فيها والله لا ده احنا في علشان في ظرف عالمي فانا مش هقدر اوفر لك الحصه دي، او لحوم او دواجن او ما الى ذلك، يعني من السلع الغذائيه الاستراتيجيه الضروريه اللي بتستخدم بشكل يومي للمواطن. يعني برضو هنا خلينا اقول فعلا يعني تصديقا او استكمالا لكلام حضرتك، حتى ايام ازمه كورونا كلنا ما كناش بنشعر ان في نقص في السلع الغذائيه، وكنا بتشوف الصور جايه من الاسواق الخارجيه قد ايه كان في عجز واضح. يعني هنا خليني اتكلم، وانا بتكلم مع السلع الاساسيه اتكلم النهارده وهذه الايام يتم توريد سلعه استراتيجيه هامه وهو القمح المصري اللي يعني له يعني توريد وبتاع. النهارده كان في خبر قريت الصبح كده ان مليون طن قمح تم توريدهم حتى الان، وده رقم يعني
معتبر كما يقال يعني. هو دلوقتي المتوقع للتوريد كان يعني حتى سيادة الوزير وزير التموين كان في مؤتمر امبارح يعني والمعرض للمطاحن ومستلزماتها في مدينة نصر ومستمر يعني ينتهي اليوم، قال يعني اعطى تصريحات خاصة بموضوع القمح. يعني خلينا احنا نقول الاول احنا استهلاكنا من القمح وانتاجنا يعني احنا بنعتمد في القمح تقريبا بنستورد كنا من دولتي الازمه دول اللي هما روسيا واوكرانيا تحديدا حوالي من 65-70% او اكثر كمان مما يتم استيراده من الخارج بشكل عام. يعني احنا مصر اكبر مستورد للعالم في العالم للقمح. السنه دي الموضوع التوريدات زاد نتيجه رفع سعر التوريد للتوريد القمح للصوامع والشون سواء اللي تابعه لوزاره التموين او التابعه للبنك الزراعي. في عندنا كان توسع في انشاء الصوامع خلال الفتره الاخيره وده زاد القدره. يعني الاول كان كل الصوامع اللي عندنا ما تقدرش تستوعب اكتر من 3.5 باي شكل من الاشكال خلال الفترات الباقي كان بيتخزن في مخازن عاديه في شون حاجه اسمها الشون الترابيه بيعرض للاتربه والطيور والحشرات والزواحف طبعا فكان ده بيؤدي لفقد كبير. مع العلم ان القمح المصري من اجود انواع القمح محليا في حاجه اللي هي يعني يعرفوها الجماعه اللي هم متخصصين في المطاحن والخبز والحاجات دي اللي هو نسبه الجيلاتين بتاعته يعني من افضل الاقماح عالميا. عودة تاني لموضوع التوريد السنة دي يعني في كان زيادة في الرقعة الزراعية فدي أدت من ناحية لوجود زيادة الإنتاج من ناحية ثانيا إنتاجية الفدان السنة دي يعني كانت طلعت بشكل جيد مع تشجيع الدولة وتسهيل والتسهيل في التوريد. يعني خد بالك يعني دي الجزء ده شجع الناس كلها انها تروح وتورد بقى اهتمام خاصة الموضوع ده بقى لما يعني وجد اكتر مع لما حصلت الازمة الروسية الاوكرانية وبقى ان انت يعني قمحك مفيد ليك. السنة دي متوقع يعني ان يتورد اكتر من حوالي مثلا ما بين 10-11 مليون طن وده هيكفينا لحتى بداية العام الجديد بالمخزون المحلي بالمستورد اللي موجود حاليا هيكفي لحد شهر واحد او اواخر شهر واحد السنة الجاية. يعني بنتكلم في حوالي 7 شهور بتتكلم في حوالي 6 شهور 7 شهور فده مخزون كويس آمن جدا. طبعا الدولة كانت خدت شوية قرارات الفترة اللي فاتت بحظر تصدير الدقيق والمكرونة والحاجات وبعض المنتجات الغذائية ده يعني عمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي الموجود من هذه السلع هنا بالإضافة إلى أنه عمل زي ما بنقول يعني هدى السعر اللي كان ممكن معرض للارتفاع نتيجة لزيادة الطلب. خليني يا أستاذ محمود أتكلم هنا وإحنا بنتكلم على مسألة توريد القمح والصوامع ودورها في التقليل من الفاقد، أتكلم على الدعم اللي بتقدمه الدولة لمحدود الدخل وهو دعم الخبز والسلع التموينية. خلينا نتكلم بس في الخبز وبعد كده اتكلم في حاجات يعني اخرى، لكن خلينا نتكلم في دعم الخبز. يعني الى متى يعني سيظل هذا الملف دون اختراق؟ يعني وانا عايز اسال حضرتك برضه معلش يعني ليه ايه اللي يمنع مثلا ان احنا يتحول لدعم عيني او عفوا نقدي بمعنى اسره خمسه بياخدوا مثلا سي في الشهر 300 جنيه دعم، الدولة تديهم 300 جنيه ونشيل بقى مسألة أصل طالما في سعر للسلع سعرين أو ثلاثة ودي الثلاثة وأربعة بالتالي ده مدعاة للفساد خاصة لما يبقى في جاب كبير قوي بنتكلم على معلش شكارة دي بتصرف لمخبز ببلاش ما ببلاش لأن هو بياخد التكلفة وهي سعرها بره ب 200 جنيه و300 جنيه صحيح. لا هو كمان ده هو بقى من مصلحته إن هو يحولها لإنتاج، هو دلوقتي لا ربطها لك إن أنت لازم تحولها لإنتاج خبز فبقى فيه للأسف ضرب وهمي كتير. يعني أنا عايز أقول لحضرتك يعني لو هو يبقى زي
موضوع التحديث اللي شغال ده دلوقتي يربط تربط البطاقة بالرقم القومي ويتبعت لها رقم سري علشان يبقى محدث كل 3 أيام مثلا، بحيث ان الدعم ده لما صاحب المخبز ما يقدرش يحتفظ كده بالبطاقة، لانه كده كل شوية هيحتاج الرقم السري، والرقم السري هيجي على تليفوني انا. قصة كبيرة قوي يعني، هي يعني محتاجة نظرة. يعني صعب، انت عايزين صعب مش زي التحديث اللي حصل دلوقتي. والناس بصراحة مرشد يعني صعب. عند حضرتك وفقا للبيانات المستفيدين من الخبز 71 مليون. ازاي 71 مليون؟ كتير جدا في دولة فيها اكتر من حوالي 14 مليون عاملين بالخارج، غير فئات كتيرة جدا سواء من رجال الاعمال او اصحاب الشركات او الناس اللي دخولها ميسرة او المهنيين وكده. كل ده ما بياخدش، لا بيروح لعنده بتاع، لا بيروح يقف على تموين ولا بيستخدم عيش التموين. اذا ازاي يتم صرف ل 71 مليون دعم خبز؟ الموضوع طبعا محتاج نظرة ومحتاج اعادة. يعني احنا بنقول السبب ان الدولة متأخرة، يعني مش عايز اقول متأخرة، ولكن هذا القرار خاص بمسألة الدعم ده منتهي، لانه بيكلف الدولة فعلا مبالغ كبيرة طبعاً. جدا وللأسف زي ما انت بتقول، انا اعرف ناس اطباء يعني دكاترة بتاخد دعم خبز من يوم وخمسة قرش. طب ده كلام يعني راجل كشفه 200 جنيه 300 جنيه ويبعت الممرضة او السكرتير اللي عنده يروح يجيب عيش بخمسة قرش. يعني كل ده طبعا محتاج. احنا يعني خلينا نبقى متفقين ان الراجل مستحق الدعم، الجزء اللي متوفر له ده قليل. يعني احنا يا ريت يبقى في الدوله تعيد النظر في مساله الدعم بحيث يصل لمستحقيه، بمعنى ان كل الفئات اللي هي موجوده ومعمول لها دعم وهي غير مستحقه لا يتخد منها ويروح للمستحق الفعلي. انا اتوقع يعني ان المستحقين الدعم الفعلي لا يتعدوا باي حال من الاحوال 35 مليون. انت بتتكلم في 71 يعني في الضعف. ازاي باي منطق؟ مفيش كده خالص. يعني انت بتتكلم على اكتر من 70% من الدوله بتحصل من سكان الدوله بتحصل على الدعم، وده مش موجود في اي دوله اخرى. فالموضوع بيبقى نسبة كبيرة 10-15%. يعني مش فعلا الموضوع. يعني انا اللي بقوله ده مجرد مقترح قابل للتطوير طبعا، ان يبقى فيه تنقية، يبقى فيه حاجات، بس الدولة تاخد او وزارة التموين تحديدا تاخد الملف ده بشكل فيه جدية وبدون ظلم. يعني ما تجيش للأسف، حتى كان في موضوع الحذف كان في ناس بتتحذف من المستحقين مش من غير المستحقين. يعني وده الموضوع محتاج يعني ضبط اكتر. هو لان دلوقتي الناس، في ناس بتبقى بتوع المخابز بياخدوا البطاقات من الناس ويقعدوا يضربوها هم ويدي للناس فرق، بدل ما الرغيف بيدي له ربع جنيه على الرغيف وهو بيبيعه للدولة بخمسين قرش تكلفته او بخمسة وستين قرش. فبرضو ده نوع من انواع الفساد محتاج يتشاف بالتأكيد. يمكن يعني ملف الدعم خاصة دعم الخبز من الملفات اللي محتاجة وقفة. خلينا نتكلم برضو على يعني واحنا بنتكلم على محدود الدخل، بنتكلم على السلع الغذائية. وحضرتك اشرت الى السلع الاساسية بقى، زيت وسكر ورز ولحوم ودور الدولة في توفير هذه السلع باسعار مناسبة، لان في اكتر من جهة تشارك المواطن مشاكله. يعني جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وزارة الداخلية، ممثلة في امان، الغرف التجارية، بعض مبادرات للمجتمع المدني ورجال الاعمال. في ظل التضخم وارتفاع الاسعار اللي مش في مصر بس، ده في كل دول العالم تقريبا، يعني كيف ترى هذه المبادرات؟ وهل هذه المبادرات يعني ساعدت في التخفيف من كاهل محدود الدخل؟ اخذ اجابه حضرتك بعد هذا التقرير للصحافه، فابقوا معنا. تقوم الدولة بالعديد من الإجراءات لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، حيث تم تكليف المحافظين بمتابعة حركة الأسواق وتوفر السلع المختلفة بها بصفة يومية والتدخل الفوري لمواجهة حدوث نقص في أي سلعة، فضلا عن التأكد بصفة مستمرة من أن أسعار السلع المطروحة تعتبر أسعارا عادلة
ولا توجد أي مغالاة من خلال أسعار استرشادية للسلع تحقق مصلحة الجميع. وتشمل الإجراءات أيضا وقف تصدير عدد من المنتجات والحبوب المصرية، هي العدس والمكرونة والقمح والدقيق والفول، وذلك لمدة 3 أشهر، مع وقف تصدير الزيوت بأنواعها والفريك والذرة أيضا. هذا إلى جانب إصدار قرار بمنع التعامل مع الأقماح المحلية إلا في الأماكن التي تحددها وزارة التموين، كما يمنع تداول الأقماح خارج نطاق أماكن التخزين التي تحددها الوزارة. كما تعمل الدولة على توفير السلع بأسعار مخفضة في إطار خطتها لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء من خلال معارض أهلا رمضان، حيث تطرح كافة السلع بتخفيضات تتراوح بين 15% إلى 30%، فضلا عن بلوغ إجمالي المنافذ التموينية ضمن مشروع جمعيتي 6740 منفذا في كافة أنحاء الجمهورية. كذلك توفير سيارات ومنافذ بيع متنقلة لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة، وتطوير 61 مجمعا استهلاكيا ومخزنا وثلاجة تجميد، إلى جانب إطلاق 21 مرحلة من مبادرة كلنا واحد لتوفير السلع المختلفة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تتراوح من 25% إلى 60%. من جانب آخر، تقوم الدولة بالعديد من المشروعات للسيطرة على الأسعار وتخفيف آثار اضطرابات الأسواق العالمية، منها إطلاق مشروع الدلتا الجديدة، ووصلت المساحة المهيئة للزراعة بالمشروع إلى 568 ألف فدان، من بينها 200 ألف فدان تمت زراعتها، وتشمل محاصيل الذرة، القمح، السكر والخضروات. كذلك تم إطلاق مشروع الصوب الزراعية على مساحة 100 ألف فدان، والذي يعد الأكبر بمجال الصوب الزراعية في الشرق الأوسط، وإطلاق مشروع تنمية سيناء، حيث تصل المساحة المنزرعة إلى 239 ألف فدان، بإجمالي مساحة المشروع تصل إلى 1.1 مليون فدان. أيضا هناك مشروعات لاستزراع السمكي ضمن جهود الدولة للسيطرة على الأسعار، ومن أبرزها مشروع الاستزراع السمكي المتكامل غليون، والذي يعد من أكبر مشروعات الاستزراع السمكي في الشرق الأوسط، حيث تم تنفيذ 5907 أحواض استزراع ومشروعات تطوير الثروة الداجنة، والذي بلغ حجم الاستثمار الداجني أكثر من 100 مليار جنيه. وبالنسبة لمشروعات الإنتاج الحيواني، هناك مشروع تطوير مراكز تجميع الألبان الذي يتضمن تطوير 826 مركزا على مستوى الجمهورية، وتم الانتهاء من تطوير 189 مركزا وإنتاج 6 ملايين طن من الألبان، إضافة إلى تقديم تمويل ميسر 5% ضمن مبادرة البنك المركزي. قبل ما اتكلم على السؤال اللي كان قبل التأهيل الخاص بأجهزة الدولة ممثلة في جهاز الخدمة الوطنية تابع للقوات المسلحة ووزارة الداخلية وبعض مؤسسات أو وزارات الدولة زي التضامن الاجتماعي ومبادرات خاصة بالمجتمع المدني، يمكن التقرير عرض مجهودات الدولة خلال الفترة الماضية 1.5 مليون فدان، مزارع غاليون للثروة السمكية، الاستزراع السمكي على جانبي أو على جانب محور تنمية قناة السويس، مسألة الثروة الحيوانية والداجنة، كلها مشروعات 100 ألف صوبة زراعية. هذه المشروعات العملاقة أستاذ محمود تأثيرها في مسألة توفير السلع دي نمرة واحد، والأسعار طبعا هي بما لا شك فيه ان انت كل ما بتزود في الانتاج بتوفر توفر عرض اكبر، بالتالي ينعكس على السلع على السعر، معذره. فبالتالي الحاجات دي كلها طبعا المزارع السمكيه، مزارع الثروه السمكيه، الحاجات اللي الخاصه بالقروض حتى الميسره لانتاج البتيل والتوسع في الثروه الحيوانيه، احنا يعني الموضوع ده في على سبيل المثال مثلا في اللحوم زود
عندنا احنا كان حجم انتاجنا من اللحوم حوالي 40-45%، دلوقتي وصلنا ل 60-62%، وده رقم كويس. عندنا سلع كتيره يعني ابتدا فيها اكتفاء ذاتي، زي مثلا الدواجن بقى فيها اكتفاء ذاتي تام. صناعة المكرونة مثلا بقى عندنا ما يكفينا وفي جزء فائض للتصدير، وهكذا مثلا في سلعة الأرز برضو نفس الحكاية، انتاجنا بيكفي للاستهلاك وإن كانت في بعض الممارسات الخاطئة يعني، وده دور الجهات الرقابية للتعامل معها يعني. كنت عودة للسؤال بتاع حضرتك الأساسي، مبادرات الدولة أولا تأثيرها في تطوير السلع والأسعار. طبعا كان في يعني كذا مبادره تمت خلال الفتره اللي فاتت، سواء ما كانت اللي كانت في رمضان وبعد رمضان واستمرت، في منها جزء استمر انتهى مع رمضان زي معرض اهلا رمضان اللي كانت عاملاه الغرف التجاريه، لكن في حين ان مثلا مبادره زي مبادره كلنا واحد قاعده مستمره لحد الان، ودي بدات بالمناسبه من قبل رمضان، بدات في يوم 14/4 وكان المفترض انها تنتهي في 14/5، ولكن تم استمرارها لحصول أكبر قدر من الاستفادة للمواطنين. والمبادرة دي بيتم فيها طرح السلع سواء الغذائية أو غير الغذائية كمان، يعني كمان فيها سلع أخرى استهلاكية زي الثلاجات والغسالات وملابس وأحذية وكل الباقي المنتجات، بيتم فيها طرح السلع بتخفيضات من 30-60%، ودي تخفيضات كبيرة جدا جدا استفاد بيها المواطنين، وكانت عاملة زي نقول رمانة ميزان بين القطاع الخاص وجهود الدولة لكبح جماح الأسعار. المبادرة دي كانت منتشرة في كل ربوع الجمهورية، ده بجانب المنافذ الخاصة بالقوات المسلحة ومنافذ أمان الثابتة والمتحركة سواء السيارات بتاعة اللحوم، ودي بالمناسبة كانت بتوصل حتى للشوارع الجانبية في الأحياء الشعبية، مش بس كان في مهمة رئيسية مش يعني. مش في الميادين والشوارع الرئيسية بس، يعني الميادين والشوارع الرئيسية كانوا بيعرضوا فيها اللي هي معظم السلع بقى، الشوادر الكبيرة اللي فيها الغذائي وغير الغذائي، لكن احنا بنتكلم على موضوع الغذائي اللي هو اللي يهم القطاع الأكبر من الناس، ده كان موجود في كل الشوارع والناس كلها شافته ومعظم الناس استفادت منه يعني، وفيها فرق كبير جدا جدا يعني. انت لو خدت على سبيل المثال لا الحصر، سعر اللحمة فيها بين 90-100 جنيه، في حين انها بتتباع برا من 160-170 جنيه حد أدنى يعني. تمام، هنا برضو عايز اتكلم على يعني دور الدولة مشكورة يعني في توفير منافذ بيع للسلع، وحضرتك زي ما اشرت يعني مش ثابته بس ومتنقله لاماكن فيها اهالينا يعني اللي ممكن تبقى فيه صعوبه ان هم يلاقوا السلع. عايز اكلم على مساله ترشيد الاستهلاك وان يكون للمستهلك برضو دور في مساله ارتفاع الاسعار، لان برضو في ساعات كده بتبقى في يعني ارتفاعات غير مبرره من قبل التجار يعني. طبعا هو او بعض التجار يعني خلينا نقول المواطن اصبح عنده وعي كافي، بس في احيانا لما بتحصل موجه زي حاجات خارجيه، ان انت احيانا بتستورد التضخم من الخارج يعني في حاجات اللي هي السلع المستورده بتغلى بره، فبالتالي وانت بتستورد بالدولار والحاجات بالعمله الصعبه، فبالتالي بيبقى عندك انت هنا شوت، فده بتعتبره تضخم مستورد انت لا دخل لك فيه. فبتيجي بيصاحب الحاجات دي احيانا ايه اشاعات من بعض التجار، اني لا تعال اشتري الموبايل ده النهارده، ده بكره هيبقى بدل ب 10 جنيه هيبقى ب 20 جنيه. فبيخلق طلب وهمي على السلعه، بيخليك ان انت معاك الموبايل اهو، كنت ما كنتش ناوي تشتري النهارده او ما كنتش ناوي تشتري الشهر ده، بيخليك تروح. فبالتالي لما بيبقى هو عليه زياده في الطلب فبيرفع في السعر وهكذا. لكن بالناحية طبعا المواطن مش عايز حد يقول له رشد، لان هو كده كده ابتدى يرشد لان الحاجة غليت. بقى بيشتري فعلا الحاجة يوم بيوم، علشان برضو الظروف الاقتصادية بتاعته هو من ناحية، ومن ناحية تانية انا مش هجيب في حاجة مرتفعة، الحاجة مرتفعة قوي، فانا بالتالي لا انا هجيب على قد على قدر احتياجي وهشتري حاجتي يوم بيوم. واحنا بنقول لهم يا ريت يا ريت، بس كله يتوجه برضو الحاجات المخفضه موجوده وبجوده كويسه، وروحوا وهاتوا منها. وانت بتتكلم برضو على مساله السلع والخدمات، وعفوا السلع واسعارها، جاء في بالي كده استاذ محمود الجامعات الاستهلاكيه التابعه لوزاره التموين
وبصراحه عايز احيي الفكر الجديد اللي حول هذه الجمعيات الى شكل حضاري محترم. يعني في اوقات كثيره او في اوقات سابقه كانت هذه الجمعيات تحس كده انها حاجات كده يعني معلش سامحني ملهاش لازمه ومقفوله كده، وحتى لما تدخل حتى تخرج على طول يعني عرض سيء وسلع شكلها مش لطيف وتعرفش زي واسمائها غريبه يعني. النهارده المجمعات الاستهلاكيه اصبحت شكلها شكل حضاري، بمعنى الشكل والعرض والنظافه والذوق وكمان التوفر اكتر من بديل للسلع يعني. هذه المبادره الخاصه بتحديث وتطوير المجمعات الاستهلاكيه اللي لها تقريبا اكتر من فروع، فيها نيل ومش عارف ايه الجامعات الاستهلاكيه وحاجات كده يعني، والاهرام النيل والاهرام ده طبعا شيء جيد ان الدوله تهتم بالمجمعات الاستهلاكيه، لكن وده يعني كله لمسه الناس، ناس كتيره لمست التطور اللي حضرتك قلت عليه، بس هي محتاجه اعاده توزيع انها توصل في المناطق الاكثر احتياجا. يعني مثلا على سبيل المثال منطقه جاردن سيتي، ودي منطقه راقيه فيها اكتر من حوالي 8 مجمعات استهلاكيه، السكان مش محتاجينها. صح. يعني انا لما بتطلبوها بتليفون بتطلبوا بتليفون لا دول مثلا مش محتاجين يروحوا معايا، في حين لو دول مثلا تم توزيعهم على منشوف ناصر والوراق هيبقى اكثر استفاده لتشغيل هذه المجمعات ومردود على المواطن. يعني نتمنى من وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية أنها تعيد النظر في مثل هذه الأشياء علشان دورها ينعكس سريعا على المواطن، لكن التطوير اللي حصل فيهم طبعا ده شيء جميل ورائع ويخلي الناس يبقى فيها إقبال عليها أكثر في المجمعات، بعد ما كان انت بتروح نفسك بتسد زي ما قلت حضرتك او مجرد ما بتخش بتطلع تاني على طول. فطبعا ده شيء كويس جدا جدا. خلينا نشوف اخر تقرير معانا وبعد كده هنتكلم على مساله برضو الاجهزه الرقابيه ودورها في متابعه ضبط الاسواق، ويعني هتكلم على جهاز حمايه المستهلك اللي انا حاسس ان هو بعافيه شويه يعني. خلينا نشوف التقرير ده ونستكمل الجزء الاخير من حلقتنا النهارده، فابقوا معانا. بينما يستأثر ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بنقاش واسع في أوساط المصريين، تسعى الحكومة للحد من تأثير الزيادات الجديدة عبر عدة آليات، لعل من بينها العمل على توفير السلع والمواد الأساسية بأسعار مناسبة، وكذلك تجديد المراقبة على الأسواق. الحكومة اتخذت حزمة من التدابير تتعلق بالمخزون الاستراتيجي من المواد الأساسية لا سيما الغذائية. والله أنا شايف إن المفروض إن الرقابة تبقى أكتر من كده شوية، والزيادة دي على الناس كلها وعلى العالم كله، بس يعني في مصر العملية يعني عالية شوية، الريتم عالي فيها شوية لأمانة. فالمفروض إن الحكومة يبقى فيه رقابة أكتر من كده، وإن التجار برضه في الأول وفي الآخر يعني الضمير هو اللي بيتعامل مع القصة دي. يعني المفروض الناس يبقى فيه ضمير شويه عند التاجر الكبير، الحاجه يكسب فيها بس يكسب فيها بشكل معقول عشان الناس تقدر برضه تواكب الغلاء ده، لان بصراحه العمليه الغلاء عالي جدا. الفكره بتاعت المجمعات في الاول وفي الاخر انجح فكره ان هي يعني تقاوم جشع التجار على مستوى الجمهوريه، وزياده يعني وجودها انشائها في كل مكان بيحد برضك من ايه؟ من زيادة الأسعار بتاع التجار، والحاجات برضك المراكز بتاع الداخلية والجيش ساهم يعني بقدر جامد في كل مكان بيبقى فيه إيه أماكن بيقفوا فيها، بس الأفضل المجمعات عشان بتبقى ثابتة في المكان. والله الحكومة بتبذل ما في وسعها، لأن هي أي تاجر بيغلي الأسعار بتعمل عليهم غرامات وكده، بس هو بيقعد يغلي على البياع الصغير، فالصغير بيغل علينا. الحكومة بتعمل ما في جهدها بأمانة، يعني دي بترجع للتاجر نفسه، يعني بيستغلوا الفرصة فكله بقى عم بيقعد يغلي مع نفسه، بس الحكومة بتسكتش، غرامات على طول وبينزلوا حملات بتاع التموين بنشوفها بعينينا بجد. هي الجمعية الاستهلاكية هي أنظف حاجة للمواطن غير المحلات، المحلات بيضحكوا علينا في الزيت وبيضحكوا علينا في الأسعار وبيضحكوا علينا كده، ما كنتش جيت من بشتين لحمة عرابي.
بجد بجد. وانا بامانه انا يعني واحده الحمد لله يعني مستورين الحمد لله، كل ما بنزل اشتري حاجه ابص الاقي كل تاجر يقول لك ده بسعر، وممكن اروح عند اتنين تجار ده يقول لك تمن وده تمن. المجمعات ومنتجات الجيش بتخفف كتير من الاسعار الغاليه اللي علينا دي، وبتساعد المواطنين انهم يشتروا بالارخص من المجمعات. على الرغم من نقص بعض المواد الاساسيه وارتفاع اسعارها في السوق الدوليه، الا ان الحكومه المصريه حرصت على توفير السلع والمواد الاساسيه وجعلتها في متناول المواطنين. مشاهدينا الكرام اهلا بكم جديدا. استاذ محمود، عايز اتكلم هنا على الاجهزه الرقابيه ودورها في ضبط السوق وحمايه المستهلك كاحد هذه الجهات، يعني طبعا وزاره التموين ومبعث التموين والمحافظين كمان الاحياء وجهاز حمايه المستهلك اللي هو عليه العبء الاكبر في الموضوع، او هو المفترض ان هو بيقوم بهو حمايه المستهلك مع مباحث التموين. طبعا احنا للاسف ما بقاش يعني حتى الان نظام الشكوى عندنا قليل، يعني دايما بنشتكي في 90% من او اكتر، عايز بلاش 90% نقول 70% من الشكاوى اللي بيتلقاها جهاز حمايه المستهلك مش بتبقى للاسف على الاكل والشرب والحاجات اليوميه، بتبقى على السيارات، على الاجهزه الكهربائيه. ليه؟ لان هو بيشايف ان الموبايل ده علشان سعره 4000 فيستاهل الشكوى، لكن انا ما بروحش اشتكي علشان كيلو رز ولا علشان لا عربيه ب 100000 200000 400000. فده للاسف ان المواطن نفسه محتاج برضو يطور، يعني لا اشتكي لو على ربع جنيه. يعني في ربع جنيه اشتكي طالما حقك وشايف ان الموضوع ده مغالى فيه ولو ب 25 قرش توجه بشكوى على طول. الشكاوى بيتم التحقيق فيها، وفي حملات بتنزل من غير اصلا شكاوى زي مباحث التموين وبعض جهاز حمايه المستهلك احيانا بيمر بدون اختار، ده طبعا من صميم عمله. فبالتالي بيشوف برضو بيبقى في حالات لما خاصه لما بترتفع اسعار سلع ما مثلا، يعني كنا جت في الفتره اللي هي مع بدايه الحرب على طول الروسيه الاوكرانيه، كانت اسعار المكرونه رفعت جامد جدا، والمخبوزات والحاجات اللي هي داخل فيها صناعه داخل فيها الدقيق كمنتج او القمح كمنتج اساسي، لا تحركت الاجهزه الرقابيه وصدروا حاجات وعملوا فرجعوا، يعني عملوا زي فرمله للاسعار شويه. لكن لا يزال برضو احنا من خلال برنامج حضرتك ومن خلال شاشه النيل الاخبار بنوجه المواطن اشتكي ولو على 10 سعر. تمام، خلينا يمكن في بدايه الحلقه قلت ان احنا دوله بنستورد من 70 الى 75% يا اما مستلزمات انتاج يا اما سلعه كامله يعني. وهنا اتكلم على مساله المشكله اللي حصلت خلال الفتره الماضيه، مساله الاعتمادات المستنديه. تمام، عايز اعرف المشكله ايه واتحلت ازاي؟ المشكله ان كان في قبل شهر 2، هي الاعتمادات المستنديه دي طبقت في شهر فبراير اواخر فبراير الماضي، دي تسببت الاول كان التاجر بيعمل في حاجه اسمها مستند تحصيل، مستندات التحصيل. مستندات التحصيل دي ببساطه وبايجاز، فرضا ان انا بستورد ب 100000 دولار الاقلام مثلا سلعه ما، تمام، فكنت بروح ادي للمورد الخارجي منهم الراجل اللي موجود مثلا في المانيا او في فرنسا، بدي له 5000 دولار يشتغل بيهم ويبعت لي السلع، وبعدين ابعت له خمسه ثانيه في 10 على مبيع، واخد دوره انتاجي والحاجات دي كلها بحاجه اسمها مستندات التحصيل. جت الحكومه قررت ده، الموضوع ده نتج عن ثقة وتبادل بيني وبين حضرتك كمورد أجنبي وأنا كمستورد مصري، عمل بنيت ثقة فخلالها أن أنت بتاخد مني بالآجل وبالتقسيط. الحكومة عملت أو البنك المركزي قرر، طلع بقرار فجائي كده اللي هو العمل باعتماد مستندي. ايه هو الاعتماد المستندي؟ الاعتماد المستندي ان انت لو انا هاخد برضو على ال100000 اللي احنا قلنا ضربنا بيها كمثال، فبدي ال100000 دي لازم ادفعها هنا للبنك كموجودة الاول كلها دفعة واحدة، وبالتالي ده هيخلق
طلب على العملة الصعبة، أو لو أنا هوفرها بالمصري بحطها ب 110 يعني ال 100 110. المورد الأجنبي مش هياخدها هناك، يعني أنا رغم إن أنا حطيتها هنا وهو المفترض يصرفها من البنك بتاع دولته، مش هياخدها غير بعد ما يسلمني البضاعة. طب على الدورة دي، على أنا ما أسلم وأعمل، بتاخد 4-5 شهور. لما انا هقعد كده في هقعد لا، وعلى ما يجي وتوصل المينا، وممكن لو حصلت اي غلطه في الاعتماد فبتعدلها من 100 ل 150 دولار على حسب الورقه اللي انت فموال كبير. جه سياده الرئيس بعد العيد والغى القرار الخاص بالاعتمادات المستنديه لمستلزمات الانتاج والخامات. متبقي حاجتين يعني ريت يتم إعادة النظر فيهم، اللي هم قطع الغيار والعدد والآلات. مش معقولة أنا مثلا كمصنع دواء أو كمصنع كبير موجود متعطل على معدة مثلا ب50,000 دولار أو ب30,000 دولار نفتح لها اعتماد لوحده. فالموضوع ده أدى بعد قرار سيادة الرئيس وتوجيهاته للحكومة والبنك المركزي بإلغاء اعتمادات المستندية على مستلزمات الإنتاج، أدى بدأت السلع تدخل تاني، لأن كان حصل تكدس كبير جدا جدا في المواني، وكان في عجز في الخامات الخاصة بالمصانع، وبالتالي كان عملية شلل في الصناعة. فكون إن احنا تداركنا ده يعني ده شيء كويس جدا جدا يعني يرفع له القبعة. بشكرك، نورتنا استاذ محمود. الف شكر. كل شكر وتقدير لضيفنا الاستاذ محمود العربي، رئيس تحرير موقع بوابه الاقتصاد. كنت ضيفا عزيزا في هذه الحلقه من برنامج ملفات. الشكر لفريق عمل ملفات لهذا اليوم، رئيس تحرير وليد محمود والمخرج الجميل مدحت الزهير. واشكر كل الساده المشاهدين على حسن المتابعه. القاكم دائما على خير، الى اللقاء.